والى مقر جريده الشروق مع مراسلتنا العزيزه روزان نصر واللي هتتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. صباح الخير عليكي وطولي علينا باخبارك ومانشيتاتك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وفقرة صحافة جديدة. قبل ما ندخل في الأخبار خلينا نفكركم بأهم جدول المباريات النهاردة 24 يناير. في الدوري المصري وادي دجلة مع المصري في الساعة 2:30 ظهرا. في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مع أستون فيلا في الساعة 10:15 مساء. ليد يونايتد مع ساوثهامبتون في الساعة 8 مساء. وفولام مع مانشستر يونايتد في الساعة 10:15 مساء. نروح لأول خبر من سبورت 360. قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم رقم مميز للأهلي أمام الأندية القطرية، أعلنت قرعة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواجهة الأهلي مع الدحيل القطري في الدور الأول يوم 4 فبراير المقبل، ويصعد الفائز منهم لمواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم 8 فبراير في نصف نهائي البطولة. وتأهل الأهلي لمونديال العالم للأندية بعد الفوز طبعا ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الزمالك، ويشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية للمرة السادسة في التاريخ، كمان حقق الفوز من قبل بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية. من اليوم السابع مواجهات قوية في انطلاق الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد، تقام على مدار اليوم مواجهات قوية في انطلاق الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد واللي هتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري. وأهم لقاءات اليوم تشيلسي مع كوريا، أيسلندا مع سويسرا، الجزائر مع فرنسا، المغرب مع النمسا، والنرويج مع البرتغال، ومصر مع الاتحاد الروسي. والتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا مع الاتحاد الروسي في الساعة 7 مساء في أول مواجهات الدور الرئيسي بعد الأول بنقطتين. وأخيرا خبر عالمي من موقع في الجول، الثعالب في الصدارة، ليستر يزيد جراح تشيلسي ويهزمه بثنائية. صعد ليستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بالفوز على تشيلسي بثنائية دون رد في المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي بملعب كينج باور. وصل ليستر سيتي للصدارة برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. أما تشيلسي تجمد رصيدها بعد الهزيمة عند النقطة 29 في المركز الثامن بجدول الترتيب. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر، صباح الفل عليك. طيب دي كانت أخبارنا عن النادي الأهلي وأخبارنا المختلفة في الصحف والمواقع المحلية والدولية.